النفاق في مصر الحقيقة وفي العالم العربي ممكن يعدي حدود المتصور والمعقول. مين كان يصدق إنه علاء مبارك وجمال مبارك وسوزان مبارك التلاتة دول يكتبوا يافطة يبايعوا عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية؟ هل كنت ممكن تصدق انه ياتي عليك زمن علاء مبارك وجمال مبارك وسوزان مبارك؟ بص شايف. على كل حال خليني بس اقول لك ببساطه، الراجل ده مخلف علاء وجمال وسوزان، فقرروا الثلاثه اولاد ويبايعوا عبد الفتاح السيسي. عظيم عظيم. أنت عارف إنه بعد 48 ساعة في انتخابات رئاسة مصرية؟ أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 48 ساعة من دلوقتي في انتخابات رئاسية مصرية. آه يا راجل، هو فعلا في انتخابات في مصر؟ أيوة يا سيدي، والله زي بكلمك كده بجد. أنت اتفاجئت وأنا اتفاجئت على فكرة، أنا مش كذاب يعني، انما فاجئوني زمايلي في الاعداد قالوا لي بعد 48 ساعة في 48 ساعة في انتخابات رئاسية مصرية. حقيقة يعني، طب انا كنت ناسي مثلا؟ جريدة الموقع قناة العربية السعودية كان نشر في 2017 بحث عن النسيان، وكان قال فيه ان العلماء قالوا لك انه أحد أسباب النسيان دي عموما يعني هي الاكتئاب، إنك تبقى مكتئب. لكن قالوا في قناة العربية يعني أو في موقع العربية إن النسيان ده ممكن يكون نعمة من ربنا، لأنه أنت بيبقى عندك مخك شغال طول الوقت. الدكتور مصطفى محمود بيقول إن كم المعلومات اللي بيدخل المخ، المخ بيطرد منها المعلومات اللي ملهاش لازمة، ويصدر لك المعلومة الواقعية اللي انت عايز تاخد فيها قرار. فتقريبا 90% من الشعب المصري او اكتر من 90 زي حالاتي كده طردوا معلومة مخهم بشكل آلي، طرد معلومة الانتخابات فنسيوا خالص ان في انتخابات. ما تنكرش انك ما كنتش تعرف، او يعني كنت ناسي. ما حدش اصلا كان متوقع، لأن الكل كان عارف إن دي معلومة ملهاش أي 30 لازمة. المخ طردها، رماها في اللاوعي، لأن القصة خلصت من بدري. عارف إنها خلصت من ساعة إيه؟ من أول ما ظهر عباس كامل العميل الملاك اللي بيلعب دور كومبارس، وكان يقعد يدور على كومبارس السنة دي عشان يدخلوا السيسي فيه، يدخلوا انتخابات. والناس عرفت برضه من أول ما تم منع طنطاوي من عمل التوكيلات في الشارع العقاري، ومن أول ما طلعوا أعلنوا الجدول المسخرة ده. ده الجدول من أول ما أعلنوه، جدول انتخابات، الجدول الزمني، فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر 23، التصويت بالخارج من 1 2 3 ديسمبر، التصويت بالداخل 10 11 12 ديسمبر، إعلان النتيجة 18 ديسمبر، إعلان النتيجة النهائية في حالة الإعادة 16 يناير. من أول ما تم الجدول ده والناس عرفت إنها خلصانة من غير شياكة، خلصت من ساعة ما السيسي جه على دبابة، ومن ساعة ما من 2016 لما الناس صحيت فجأة، الناس المغيبة اللي بيضحك عليها طول التاريخ، الناس اللي كانت فاكرة إن السيسي هيجيب لهم العسل والمن والسلوى، ما لقوش لا من ولا سلوى ولا عسل ولا أي حاجة، فدخلوا في جو مفركشين وزعلوا منه من 2016. لكن ربنا حابة ناس تانية قبل كده، من ساعة ما شافت السحنة دي ربنا حابة ناس تانية انها تعرف انه كذاب، وانه سوداوي، وانه جاحد وحاقد وغادر. خلصت خلصت بالشياكة من ساعتها. عشان كده محدش منتبه لحكاية الانتخابات السرية، والناس كلها عارفة انها مسرحية هزلية اللي تقدر تلخص احداثها في 3 مشاهد: بطل فاشل ورايا اهو، جمهور بيعاني، وكومبارسات الخساره، ما عدا احمد طنطاوي طبعا، مش حبا فيه لان هم طردوه.
نيجي بقى للبطل الفاشل ده، فهو السيسي اللي بيتعامل مع الانتخابات باحتقار شديد جدا. ده مش بيتعامل مع الانتخابات بس، ده بيتعامل مع الشعب. وبدأت العلاقة مع الشعب بين الشعب والسيسي زي العلاقة بين أي اتنين بيحبوا بعض. اطفي النور يا سعد، اتنين بيحبوا بعض. بدأت العلاقة بالورود والدباديب، هي بتبدأ كده، هي بتبدأ كده ورود ودباديب. وبعدين هوب دخلنا مرحلة الخطوبة فنخرج السينما سوا. الورود والدباديب كانت في بداية انتوا ما تعرفوش ان انتوا نور عينينا ولا ايه. وكان لعب دور هاني شاكر تتقطع ايدينا، ولعب دور برضو في محرم فؤاد في اغنية لو كنت اقدر اشتري لك جزيرة ويخت فضي. فهو قال للمصريين اصبروا معايا سنتين والاول اغني الناس يا مصريين. وهوب الشبك وكتبنا الكتاب او عملنا الاكليل ونص اكليل في الكنيسة واتجوزوا بعض وطفينا النور وبدأت المدعكة. ف 2016 صحت الزوجة المحبوبة على ان الوعود دي راحت في داهية، وان البطل اللي ورايا ده اللي كان هيشتري لها جزيرة ويخت فضي جاب بيعها اللي وراه واللي قدامها. وصلنا بقى المرحلة دلوقتي انه ما بيسألش فيها اصلا، لا شفنا برنامج انتخابي ولا شفنا جولة انتخابية ولا شفنا حتى اقرار ذمة مالية ولا شفنا اي حاجة. ده بدأ زمان في 2014 يقول لك هعمل 1.5 مليون فدان وهعمل 1.5 مليون وحدة سكنية وهغنيكم وعربيات كبدة وعربيات خضار. وهوب يا معلم وصلنا لمرحلة ان هو مش معبركوا اصلا. في البلاد المحترمة بيطلع الراجل اللي هو مرشح ده يقول برنامجه، يقول الذمة المالية، يتواجه بمؤتمرات. لا ده ما فيش اي حاجة. طب معلش ممكن ترجعنا ورا فلاش باك ل 2014 وتقول لنا اي وعود، اي وعود، اي حاجة؟ ما فيش، ما فيش. يعني حتى مرحلة الوعود الكاذبة عديناها، ولا كمان حتى حد من طرفه بيطلع يكلم الشعب المصري. حتى مدير لمؤاخذة حملته الانتخابية رفض يطلع مع عمرو اديب يكلم الناس، لان الناس لا حاسه ولا مقدره ولا الناس ولا هو حتى مهتم باصوات المصريين. فطلع عمرو اديب يشتكي انه حاول يكلم مدير حملة السيسي مش السيسي وفشل. الفقرات اللي احنا بنعملها بنذكركم ان هناك انتخابات رئاسية، الانتخابات الرئاسية الاسبوع القادم. بنحاول ان احنا نقدم لحضراتكم فرصة واضحة وقوية جدا ان حضراتكم تتعرفوا على المرشحين الرئاسيين. وعايز اقول ملاحظة قبل ما نبتدي، ناس كتير بتسألنا متى سنستقبل يعني المتحدث باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فأنا عايز أقول لحضراتكم هو على الهوى إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نصل له ونتحدث معه، ولكن حتى الآن كل رسائلنا وكل اتصالاتنا مع سيادة المستشار محمود فوزي لم تنجح ولم تكلل بالنجاح. طبعا هذا أمر يعود لسيادة المستشار وتعود لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا كانوا يحبوا يعني يشرفونا ويعني وينورونا في البرنامج هذا يكون شيء عظيم. لو هم عندهم التزامات هذا شيء نتفهمه. إيه يا عمرو؟ إيه يا عمرو؟ مالك متسامح قوي ليه كده؟ هذا أمر يعود ليهم. سيادة المستشار محمود فوزي مش بيعبرك؟ اللي هو مدير حملة السيسي مش بيعبرك؟ حاولنا نوصله ومع ذلك عمرو ما طلعش قال اي حاجه، ما طولش لسانه عليه، ما مسحش بيه الارض. طالع يقول لك والله هذا اذا عايزين يشرفونا ده احنا نتشرف بيكوا يا جماعه. ده مش عمرو اديب يا جماعه، ده عمرو منزوع الناب، ده عمرو منزوع الدسم، ده عمرو الساده. بقى بذمتك يا عمرو لو دي انتخابات حقيقيه ورفض يطلع معاك مدير حملة، مدير الحملة مش المرشح نفسه، كنت هتكلمه كده؟ لا. طب هو رفض يطلع معاك ليه يا عمور؟ ده إذا كان طلع مع المرشد السياحي خالد أبو بكر الجمعة اللي فاتت أهو، خد
خد محمود فوزي مدير حملة السيسي الانتخابية، هناك سباق في حب السيسي. الجمعة استنى اصبر 17/11/23 اهو ده، تخيل ده اهو ضحكة حلوة ده. مش عايز يطلع مع عمرو ولا عايز يعبر رسائله، اطلع 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 اطلع. قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية امتى؟ ان تكليفه بالحملة تشريف. امتى؟ قال فين الكلام ده؟ واضاف فوزي في اول حوار تلفزيوني مع المرشد السياحي خالد ابو بكر اللي عامل دور محامي كل يوم عبر شاشة اون اليوم الجمعة. اذا كان طلع مع خالد ابو بكر يا عمرو حضرتك مش معبرك؟ ازاي؟ ما اعرفش في حاجة بينك وبين سيادة المستشار اللي انت مش عارف توصل له، اللي هو ملوش اي 30 لازمة، اللي هو مفروض حقك الطبيعي يا عمرو ان السيسي نفسه اللي يقعد معاك مش مدير حملته. لكن ده كمان وصلنا لمرحلة ان عمرو مش قادر يوصل لمدير حملة السيسي، هو اللي بيقول. فالسؤال يا عمرو، هل ده لانك انت اخدت الجنسية السعودية مثلا؟ يعني مثلا يمكن، لكن المهم ان السيسي مش مهتم، ده مش مهتم كمان، ده مدير حملته مش مهتم، وطالع مدير حملته مع المرشد السياحي خالد ابو بكر اللي محدش بيشوفه اصلا خالص، وطالع كده برو عتب عن كل اللي عمله السيسي وهو لوحات ودعاية بالملايين. السيسي اكتفى بس بان هو يفكرك بسحنته اللي عرفنا دي في كل حتة، في الشوارع، في البيوت، في الشوارع، في الحدائق، في المتنزهات، فقط لا غير. ده ليك عندي. حد ليه شوق في حاجه؟ ما عنديش برنامج، ما بحترمش حد ليه شوق في حاجه. ده عمرو اديب ابو لسان قد كده طالع يقول لك والله هو لو عايز يطلع معانا ويشرفنا احنا فشلنا نوصل له، فشل يوصل لمدير حمله السيسي اللي هو المفروض المدير الحمله ده اصلا انت ما تشوفوش، تشوفه بس في بينظم مؤتمرات، لكن المفروض ان ده يطلع يتكلم. ابو زبيبه في شنك المفروض يطلع يتكلم ويقول للناس انا هعمل ايه. يعني حتى مرحله الوعود راحت. اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله، الاستاذ محمد عبد الوهاب. يعني حتى مرحله الوعود، مرحله هعمل، مرحله هجيب لي الجزيره ويخت فضي، راحت راحت. ايه اللي باقي بقى؟ ان انا يعني بعت لكم اليوفط، يوفط بالملايين. كان اولى باليوفط دي خلاص تشيلوا بيها اكوام الزباله، زي ما انا جبت لك امبارح في حلقه امبارح كده وعرضت لك الست الخواجايه اللي دخلت الاسلام جديد فخرجت في قريه الفيوم على حد تعبيرها، قالت طب بلاها اليوفط خلاص شيلوا الزباله دي زي كده. السلام عليكم. طيب انا لقيت الفيوم مليان الصوره تبع الرئيس مصر ما شاء الله، بس عايز اقول كل حاجه، انا سالت في حاجه واحده، شفت كميه لوحه زي دي كتير جدا جدا جدا. انا عايز اقول كل حاجه بس، يعني بصي احنا هي اخترتك، هو الناس هيختار الرئيسي طبعا، ما فيش واحد غيره طبعا ما شاء الله. يعني الفلوس تبع اللوحات دول ممكن تستخدم عشان تنادى في البلد بجد. انا لقيت الفيوم قريه جميله جدا، بس لقيته اهو مش عارفه تبين قوي، بس بصي مليان زباله باكنيه كبيره جدا. يعني كل اللوحات دول، كل اللوحات دول كله 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 مش محتاجينها. هي الناس اخترتك وما فيش حد غيرك، قصدي في قلب الناس، يعني ما فيش حد غيرك، يعني الناس بحبك، بس تستخدم الفلوس دي في حاجه ثانيه. بس مش لو احنا بنفكر انت حتى هتستكتري عن اليوفط، هتستكتري عن اليوفط اللي هي من دم قلب الشركات والمصانع. اما اي حد بقى فكر مجرد تفكير انه يكسر قواعد اللعبه ويحول المسرحيه دي الى عمل حقيقي وتنافس حقيقي بجد ويهدد كرسي الزعيم المريض نفسيا، فالانتقام لازم يكون مصيره، عشان يكون عبره لاي حد يفكر بس انه ينافس المريض النفسي. ازاي واحد ابن الشعب يفكر انه يهز المنظومه دي؟ ما مش معقول.
وفجأة كده يفكر انه يحول ده لتنافس حقيقي، انت تنافسني انا؟ هي وصل بيك الجراءة، ده اللي عمله احمد طنطاوي اللي النهاردة الحقيقة بدء جلسة محاكمته لاتهامه بتداول اوراق تخص انتخابات بدون اذن. اتفضل يا بيه. لحظة وصول احمد الطنطاوي لبدء جلسة محاكمته بتداول اوراق تخص الانتخابات دون اذن. انت مش اتجرأت؟ انت مش عامل فيها انك انت ابو علي؟ انت مش عامل فيها جدع؟ مش بس كده، ده انا ده جمال وعلاء مبارك وصل بالقضاء المصري انه يمنعهم اصلا من الترشح الانتخابات اهو، زي ما توصيه عملتها احدى المحاكم تأجيل محاكمه طنطاوي مخلص سبيله 22 في قضيه توكيلات انتخابيه. هات لي بقى جمال وعلاء، جمال وعلاء توصيه مصريه بقبول دعوه منع نجلي حسني مبارك من الترشح للمناصب الرسمية. اطلع 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 اطلع. كمان حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الاثنين امبارح يعني الدعوة المقامة من مدير مركز القومي لدعم المواطنة حقوق الإنسان عبد السلام إبراهيم، والتي يطالب فيها بمنع علاء مبارك ويخص نجليه جمال وعلاء وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة يناير من الترشح لأي منصب رفيع. وجاء قرار حجز الدعوة للنطق بالحكم في جلسة 22 يناير، وذلك بعد أن وضعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها القانوني الذي يعد استرشادية للمحكمة وليس ملزم. وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها بقبول الدعوة ومنع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب في الدولة. خدت بالك أنت من الخبر؟ خدت بالك أنت من المسخرة؟ مين اللي رفع الدعوة؟ واحد فاتح مركز قومي لدعم المواطنة، لدعم المواطنة وحقوق الإنسان. شوف المسخرة، شوف المسخرة. يعني واحد فاتح مركز قومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان رافع دعوة عشان يمنع مواطن من حقوقه، وهيئة مفوضين الدولة تقدم تقرير استرشادي تقول يجب منعهم فعلا. ألا ليه هو كده؟ خلصت يا بيه، مش بشياكة، خلصت ببلطجة كده. وقفنا علاء وجمال وشعبيتهم اللي تحت في الشارع، وكده أحمد طنطاوي اللي فكر واتجنن نمرمطه في المحاكم ونقعده من محكمة لمحكمة، يفضل المشهد التاني اللي هو الجمهور بقى، الجمهور اللي صدق زمان قوي، الجمهور اللي صدق الوعود بتاعت المطرب العاطفي الفاشل، الجمهور اللي كان نصه تقريبا مغيب، الجمهور اللي نصه او كان فيه جزء كبير منه مغفل وصدق ان ده جاي في ايده الخير لمصر وجاي بقى وهنعوم في بحور الخير. الجمهور ده هو الحجر الاهم في الزاوية اللي واقف لحد دلوقتي بيعاني في المسرحية كما كان يعاني من قبله أكتر. وهو الجمهور للأمانة ما كانش كده، الجمهور ما كانش كده. الجمهور ده زي النهاردة من 12 سنة كان واقف بالملايين طوابير رجالة وستات شباب مسيحيين ومسلمين مثقفين وإسلاميين وثوريين واشتراكيين أثرياء وطبقات وسطى وطبقات غير وسطى وفقراء، الكل كان واقف بالطوابير بالساعات طوابير عشان حلم الحرية والشعور لأول مرة إن صوت الشعب له قيمة في أحسن وأنزه وأفضل انتخابات تشريعية لم تشهدها مصر قبل كده. اتفضل. تنزل يوم شغلهم
طبعا ده التابوت بتاع الانتخابات. زي النهارده من سنين طويله جدا، مش طويله قوي والله، كان الجمهور قبل الطابور ده قاعدين في البيوت وفي القهاوي وفي الكافيهات بيتكلموا على الانتخابات، بيفرزوا مرشح مرشح، بيسمعوا المرشحين ويتريقوا على ده ويتمسخروا على ده. زي النهارده كان في حيويه، كان في بلد، كان في شعب. نفس الجمهور ده دلوقتي قاعد يتفرج على المسرحيه في الضلمه بعد ما البطل ضرب كرسي في الكلوب وقرر يقطع النور على الجمهور ده. طلع علينا المسؤول في الصيف وقال مشكلة قطع التيار الكهرباء عشان تخفيف الأحمال، لأن المحولات هتنفجر والمحطات ودرجات الحرارة عالية جدا ومرتفعة جدا وبنحافظ على المحطات. طيب يا عم الحاج، احنا في الشتاء دلوقتي بتقطع الكهرباء ليه؟ الكهرباء كانت بتقطع ساعة في الصيف، الوقت في الشتاء بتقطع ساعتين ليه؟ خايف على ايه ينفجر؟ ولا المشكلة مشكلة حاجة تانية؟ قول لنا في مشكلة حاجة تانية، مش مشكلة سكاكين وتخفيف احمال وارتفاع درجات الحرارة. قول لنا المشكلة في الغاز اللي احنا بنصدره لاسرائيل، قول لنا المشكلة فيه عشان نجيب عملة صعبة. قول لنا كده واطلع قول كده وشوف حل للموضوع ده. اما الوقت ان الكهرباء تقطع ساعتين واوقات بتقطع ثلاثة وتقطع بالنهار وتقطع بالليل، يا جماعه حد يصحي الناس المسؤوله دي يا جماعه وتحل المشكله دي. المشكله ما ينفعش تتساب كده. يا حاج الو، احنا ما بنصدرش غاز لاسرائيل، احنا حضرتك فين ودنك؟ بنستورد غاز من اسرائيل، احنا مش بنصدر غاز لاسرائيل يا حاج، احنا وصلنا لمرحله بنستورد غاز من اسرائيل. الجمهور ده دلوقتي اللي كان واقف طوابير في 2011 قاعد بيتزل على لقمة حاف حتى ولو دفع تكلفتها بالكامل، وبيتقلوا الرغيف الحر بجنيه على البطاقة، لدرجة ان احمد موسى التطبيق العملي لنظرية تشارلز داروين ان الانسان اصله شمبانزي طلع بينفعل. ليه كانت الرغيف الحر؟ ليه بتدوخ الناس؟ اسمع احمد موسى بيقول ايه بالنسبه للي عشان تاخد الرغيف الحر. انا مش هديهولك كده مني ليك. اه ايوه، برضه في كارت صادر من هيئه البريد بالعدد، ما يعني كارت بخمس رغيفه ب 10 رغيفه ب 20 رغيف وهكذا. ليه بيبقى ده هذا الكارت؟ ليه يعني ما انا عايز اللي انا عايزه، ولا ده لازم تحدد لي كميه؟ انا مش بحدد كميه. انا ما بحددش. خد العدد اللي انت عايزه. ايوه، بس بتروح بدل ما تديني انا الفلوس في ايدي بتروح تدفع الفلوس دي في البريد وبتاخد كارت منه. ليه ده عايز عيش؟ هو انا راح اصرف فلوس من التامينات؟ ما هي عايز عيش يعني زي نظام وعلى سبيل الاطمئنان والاخره واختزال سعادتك. وانا كمان يعني لازم يعني برضو الوزير او الوزاره عايزه تطمئن. انا فعلا بعت عيش حر ولا كده بتقول ان انا بعت عيش حر؟ طب اللي يبين ده من ده ايه؟ ان الكارت اللي مضروب على المكنه. لو في كارت مطلوب على المكنه بعدد الارغفه دي هروح اشتريها من المطحن تاني يوم بسعر تاني غير السعر اللي انا ايه اللي انا بشتري بيه. ليه الدوخه يا عبد الله بيه؟ ليه بدوخ؟ ليه ادوخ الناس؟ ليه؟ موضوع بسيط، انا حضرتك تديني عيش ما اخد عيش خلاص. انا عيش وهو ده عيش؟ وهو ده خبيز؟ وهو ده فرن؟ العب كده الفيديو ده، كمل كده الفيديو، كمل يا أم. كمل يا ميزو، الله يخليك، كمل، العب بس من غير صوت، العب. ده عيش؟ وهو ده مستوى ياكلوا بني ادمين؟ تعالى كمل، افضل كمل كده لحد ما اقول لك اقف فين. افضل كمل لحد ما اقول لك اقف فين. شوف بقى، اقف هنا. هل ده مكان ادمي للخبيث؟ هل ده مكان ادمي للنظافه؟ احنا بناكل عادي جدا يا جماعه والله، احنا واصلين لمرحله
كمل بقى الفيديو في حته كده. بص بس 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 يا بيه، شوف البرميل اللي وراه، هل ده مستوى نظافه تاكل منه وراه هيعيش؟ بص 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 البرميل اللي وراه، فين الصحه؟ ده غير طبعا مش هكلمك على العمل البسيط ده وايديه والجو ده يعني. بص هات ايديه، هات ايديه، هات ايديك ترتاح في لمستهم ايديا. بس بص اللي وراه ده، هل ده مستوى يا جماعه؟ ايه يا جدعان في ايه؟ هي الرداءة واصلة لمرحلة الناس بتاكل والناس مضطرة تاكل. لا ومش بس كده، الناس كمان بتدفع فلوس غالية، فده الرغيف الحر، ما بالك بقى باللي هيحصل في المدعم. خش عليا خش خبر، اتفضل يا بيه. وزير التموين ندرس تحويل الدعم إلى نقدي وننتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية. قال وزير التموين أبو ضحكة حلوة علي المصلحي الناعم أن مصر تأنصرت بالأحداث العالمية مثل حرب روسيا وأوكرانيا والأحداث في غزة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا. أنا اللي مستغرب له بس أنه والله العظيم بتكلم جد، أنا اللي مستغرب له بس أنه المصريين لما يخش مطعم، أي مطعم، مطعم فول وطعمية ويلاقيه مش نظيف، أنت يا راجل أنت، بس هو يروح عادي جدا ياخد عيش من الفرن ده عادي جدا. الفيديو اللي فات ده كان فيه راجل بيشيل شوال الدقيق عادي جدا، بنتعامل عادي مانوال يعني، ومفيش حد بيتضايق ولا بيقرف. بص بص البرميل، بص منظر البرميل، شايف ده العجانه، استنى دي طلعت العجانه، دي مش البرميل، ما تجيبه هنا كده، دي طلعت العجانه، دي طلعت العجانه مش البرميل. بس ايه ايه ورق يا بيه، انت مش عايز تقف، مش عارف تقف، بس دي طلعت العجانه، دي طلعت العجانه نفسها، هي دي العجانه. انا فاكرها دي برميل بيرمي فيه ميه وسخه، دي العجانه يا بيه اللي بيحط فيها الدقيق والميه وتقعد تلف كده تخلط الدقيق، تخيل دي العجانه. عادي جدا، عادي في المعادي، ده انا نفسي غم عليا من غير حمل. ايه ده بقى يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه؟ فين الدولة الجديدة؟ فين جمهورية جديدة؟ امبارح بفتح التلفزيون لقيت المصري، لقيت كنت بتفرج على ماتش ديكيرنس واسوان، اعادة يعني، ما تسألنيش ليه؟ ما انا ما لقيتش منطق في اللي انا بعمله. ديكيرنس واسوان في دوري المظالم، والله العظيم ما بهزر وحياة ربنا، اتفرجت على مثلا 70 دقيقة منه، ما برضه ما تسألنيش ليه؟ كان في ديكيرنس في استاد حمدين وعبد الجليل، هو استاد اسمه كده، ملعب اسمه حمدين وعبد الجليل. المهم سيبك بقى من اليافطه، الراجل رافعها غلط، اوت وان محطوطه غلط مقلوبه، سيبك من كل ده، انما لقيت شعار الجمهوريه الجديده. ايه يا جدعان فين الجمهوريه الجديده؟ هو انتوا لسه مصرين؟ انتوا لسه مصرين؟ الجمهور ده اللي بياكل من العجانه دي بدل ما كان واقف من 12 سنه في طوابير الانتخابات، دلوقتي بيتذل في طوابير عشان كيلو السكر. اتفضل يا بيه. المقارنة دي يا حضرات بينها وبين بعض 12 سنة، المكان هو هو، مصر المحروسة. المقارنة دي تلخص لك حال مصر بعد 12 سنة، وزي ما قال الشاعر: السيف أصدق أنباء من الكتب. الفيديو أصدق أنباء من أي بق، من أي كلام، أي كلام. ال 12 سنة دول مصر فيهم كانت واقفة، ناس بتدور على حقوقها السياسية، بعد 12 سنة ناس بتدور على كيلو سكر. أعتقد أن المقارنة دي شديدة البلاغة، شديدة التكثيف،
اوعى حد يفتح بقه ويقول لك ان السيسي جه والله يكتر خير ربنا. ده احنا لعنه، ده احنا واصلين لمرحله اللعنه. الطوابير دي كان الناس بتحسدنا عليها، دي طوابير عشان بالساعات. انت خدت بالك في الفيديو ده لو كملته لاخره هتلاقوا الطوابير كانت بالليل، وصل لمرحله اللجنه بتفتح من الساعه 9 الصبح للساعه 9 بالليل، والطوابير كانت 9 بالليل، الساعه بالليل طوابير واقفه. في الفيديو بتاع الانتخابات اللي انت عرضته في الاول ده هتلاقي الناس واقفه طوابير على التصويت الانتخابي ليلا، بينما هنا هتلاقي الناس واقفه على كيلو السكر ليلا ونهارا. 12 سنه فرق، المسرح هو هو، الجمهور هو هو، 12 سنه فرق اهو. الناس واقفه بالليل، بالليل، تخيل بالليل، بالليل والدنيا ضلمه كحل. بتفضل. الناس واقفه بالليل طوابير على انتخابات تشريعيه، دي ما كانتش رفاهيه. تخيل ماذا يعني البحث عن حقك السياسي بينما النهارده بتدور على كيس سكر. مشهد خلى البعض يسترجع القديم والجديد ويقول ويعلق ويتكلم، زي البوست ده كده اللي قال الحمد لله ثورتين وثلاث رؤساء عشان الناس تقف طوابير عشان تشتري كيلو سكر ب 27 بدل من 52 بعد ما كان ب 7 جنيه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصل الناس للمنظر ده. اتفضل. مشهد الناس، لو قلت للناس دي انتخابات ممكن يعني يلعن ويسب. انا احلى واحد اهو، بس وقف هنا. انا الصور دي عجباني جدا، هنا بقى الصور عجباني، لاني غراب البين صورته فوق اهي متعلقه، بس تحت بقى الناس واقفه طوابير اهي عشان العيش، وناس واقفه طوابير عشان السكر. اتفضل. اظن محدش يفتح بقه بعد كده. كل ده لانه ببساطه ما عملش زي ما قال الكاتب الكبير جلال كشك، ساب ثورته لحد ما بردت وانشغل بالهتاف عن القصاص الرادع والمحاكمه والمحاسبه لكل من كانوا سبب في ثوره يناير. بيقول الاستاذ جلال كشك: كل المماليك قد اكتشفوا واستفادوا من صفه اساسيه في تحركات شعبنا، وهي الانفعاليه وانعدام التنظيم الذي يتابع المقاومه. لذلك كان اجتهادهم دائما هو صرف الجماهير المنفعله وتبريد القضيه، فاذا ما انصرفت الجماهير صعب ان لم تقل استحاله تحركها مره اخرى. لذلك كان القصاص الرادع هو ما تنزله العامه قبل ان تبرد القضيه. ادي الجمهوريه الجديده يا حضرات، تفتح بقى تلاقي بص اهو فوق اهي تلاقي الجمهوريه الجديده برضو مصرين. في مشهد يا بيبو لو عرفت تجيب لي الله يخليك عشان اخلص لك القصه دي. في صوره لسبيل عبد الرحمن كتخدة في الجماليه، لو عرفت تجيب لي الصوره دي افتكرتها دلوقتي يبقى كتر خيرك. صوره كده للشارع بتاع النحاسين، في اخره كده هتلاقي سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة. انا طبعا يعني رضعت الحته دي او المنطقه دي. ليه بقى اقول لك بقى ده كلام عبد الكشك جلال كشك؟ لاني هقول لك وانت رايح السبيل ده كده، وانت في وشك السبيل على شمالك في حاره اسمها حاره المبيضه. معرفش هو بيدور عليه دلوقتي مع انه سهل جدا يعني، انت لو عملت كده هيطلع لك السبيل ده. هو ده، بس انت هات لونج واسع ونهار يا راجل. نهار يعني ليه بتجيبها ليل؟ هو ده بس. هات الحاره، هات الحاره الشارع نفسه. على اي حال قبل ما توصل للسبيل ده في حاره اسمها حاره المبيضه. حاره المبيضه دي كانت فيها مبيضين النحاس. تعالى بقى الحاره دي، الحاره دي يا حضرات اعدم فيها مصطفى حجاج، او حجاج اسمه حجاج الخضري، سوري حجاج الخضري.
حجاج الخضري ده مصري قاوم الفرنسويين ببسالة يعني انضربوا المثل في مقاومة الفرنسويين خلاص. ما هو ده كتاب خدها انساه، مش ده اللي القصة بتاعتي. الحارة دي قبل ما توصل الكتاب على طول على الشمال، الحارة دي لما مشوا الفرنسويين ومسك محمد علي وأعدم المماليك وتخلص منهم، تخلص أيضا من الثوار. وكان رمز الثوار في الوقت ده، كان رمزه هو عبد الرحمن الحجاج الخضري. أعدموا وعلقوا ثلاث أيام على باب الحارة دي، حارة المبيضة فوق في الجمالية. كنت كل ما أعدي على الحارة دي أفتكر حجاج الخضري، وأفتكر الطاغوت اللي بيطلع على قفا الناس ثم بعد كده يعدم الناس، وأي حاجة تانية الشعب يستدعى فيها ككمبارس صامت، أي حاجة تانية. خلصنا من الروس الكبيرة، خلصنا من الثوار، خلصنا من اللي ممكن يهددونا، قعدنا الآن دام حكم مصر لي. خلصت الليلة، الشعب يستدعى بقى ككمبارس. الخلاصة حضرات أننا قدام مسرحية خيبة، بطلها فاشل وكمبارس حقيقة. يعني البطل بتاعها تعدى مرحلة، أي مرحلة بتاعت الوعود، وصلت لمرحلة أنه أنا كده واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر. بعد 12 سنة كنا بنشوف طوابير وخناقات في البيوت، ولا حديث يعلو فوق حديث الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى لا حديث يعلو الآن فوق حديث كيلو السكر المدعم أبو 27 جنيه اللي هو بره ب 52 جنيه أو ب 50 جنيه أو ب 55 جنيه. الجماهير بس هي اللي بتعاني، وهتفضل للأسف تعاني، لأنه الجماهير عملت في نفسها كده. الجماهير الآن بتجني ثمار اللي عملته بعد 12 سنة، لأنهم الحقيقة صدقوا مسرحيات خيبة واتضحك عليهم بنفس السيناريو اللي عمله محمد علي واللي عمله عبد الناصر واللي هيعمله أي طاغية جاي. كلمتين حلوين نجيب الجمهور على رجلينا، نتخلص من الزعماء، نتخلص من أي حد عنده رأي أو صوت، دام الحكم ملكش عندي حاجة، معرفكش، عاجبك مش عاجبك معرفكش، لأنه ببساطة المخرج عايز كده.